السلام عليكم زبناء اواني البركه. اليوم غادي ندير لكم فيديو قصير، غنوريكم السلعه اللي كاينه موجوده بالنسبه لللايف. راه وقفناهم هاد الايام هادو بمناسبه تاهل المنتخب الوطني، واليوم غادي نوريكم السلعه اللي كاينه. منها هاد لي بلاطو هادو اللي مازالين متوفرين، فيهم 4 ديال الزواقات الدايرين. كاين هاد الموديل هذا ديال 60 درهم، كاين الموديل الكبير ديالو ديال 80 درهم. كاين كذلك في هاد الزواقه هادي اللوزه، كاين كذلك هاد الاوفال هادو حتى هما 60 درهم على 80 درهم. كاين هاد لي موديل هادو كلهم اللي غنوريكم 60 على 80 بالنسبه للزواقه. ترى فيهم هادو كاين هاد المستطيل هذا، كاين كذلك هاد الزواقه هادو، هادو كلهم 60 درهم على 80 درهم اللي هي 140 درهم. كذلك هاد الزواقه حتى هي بالنسبه لهاد الزواقه حتى هي راه متوفره. غادي نجيو هاد لي بورت سيرفيات اللي فيهم 4 ديال الزواقات. اولهم كاين هاد الموديل هذا، ثاني كاين هاد الموديل، كاين كذلك عاوتاني واحد جوج زواقات راه مازال ما محلولينش. بالنسبه لي بورت سيرفيات على هاد الشكل هذا، كاين هاد الموديل دايرين 70 درهم اللي كيجيو ثقالين، وكاين هاد الموديل هذا كيدير ب 1000 ريال بالنسبه للزواقات راه فيهم. بالنسبه للسله حتى هما راه مازالين متوفرين، فيهم ثلاثه ديال الزواقات كيجيو على هاد الموديل هذا ب 190 درهم، اولا الا بغيتي بالوحده 60 درهم على 70 درهم على 80 درهم. كذلك فيهم هاد الزواقه هذه، كذلك هاد الزواقه. غنجيو عاوتاني لهاد هاد لي بور هادو اللي كيجيو ديال المسكوته اولا بريزونطوار، كاين فيهم هاد الزواقه هادي. بالنسبه لهاد الزواقه دابا اللي غنوريكم، هاد الثلاثه هادو فيهم ما بقاوش سيرفيس، يعني كاينه 60 درهم على 70 درهم، كذلك 60 درهم على 70 درهم، كاين كذلك 60 درهم على 70 درهم. غادي نجيو لهاد الموديل هذا اللي مازال سيرفيس على ثلاثه، الثمن ديالو 200 درهم، اللي كان 200 درهم غيولي ب 190 درهم اللي هي 3800. كذلك هادو اللي كانوا ب 200 درهم غيولي ب 3800. كاين كذلك هاد الزواقه هادي حتى هي نفس الثمن، وكاين كذلك هادو اللي كيجيو ب 60 درهم والكبيره 80 درهم. بالنسبه لهاد لي كوب هادو ديال المملحات حتى هما راه متوفرين، الثمن ديالهم 50 درهم ربعه يعني 260 الوحده. كاين كذلك هاد الطويجين هذا اللي كيجي على هاد الشكل، الثمن ديالو 160 درهم اللي هي 3200. كاين كذلك هاد الشميشه هادي حتى هي راه مازال متوفره ب 2200 اللي هي 110 درهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على السلات راه مازالين متوفرين في الكري وفي الذهبي، الثمن ديال هادو 30 درهم، كيجيو واعرين. فيهم هاد الموديل هذا بالنسبه لهاد الموديل فيه الذهبي وفيه الكري. كاين كذلك الصغار ديالهم، حتى هما الصغار ديالهم كيجيو ب 260 الوحده يعني 13 درهم، يعني 4 ب 1000 ريال عوض 4 ب 60 درهم. بالنسبه عاوتاني لي سوبور هادو اللي كيجيو حتى هما الكاغي، حتى هما 600 ريال متوفرين. بالنسبه للطويجنا حتى هما راه مازالين متوفرين، عندنا 25 درهم. كاين كذلك الفراقات ديال 60 درهم متوفرين. كذلك جبنا لكم هاد الفراقات هادو ديال 130 درهم، حتى هما راه مازال متوفر فيهم الذهبي، ومتوفر كذلك فيهم الكحل بالذهبي. ونجيو لكم المسكوته ديالهم، كاين هاد الموديل هذا الثمن ديالو 100 درهم، كاين هذا اللي كيمشي مع الشكيه ديال الفراقات 130 درهم، فيه ثلاثه ديال الالوان حتى هما راه متوفرين. كاين كذلك هاد لي بلاطو هادو اللي ديال الزنا صولديناهم، هما كانوا ب 100 درهم على 90 درهم، درنا لهم 16 ريال على 18 ريال، يعني 80 درهم صغير على 90 درهم كبير. بالنسبه للزواقات راه فيهم هاد لي موديل هادو. كذلك عاوتاني كاين هاد هادو ديال الفران كيجيو حتى هما على هاد الموديل هذا الصغار عوض 130 درهم، غادي ندير لكم 110 درهم سولد عاوتاني بمناسبه فوز المنتخب الوطني. كاين كذلك عاوتاني هاد الكبار هادو اللي كانوا ب 180 درهم غيوليو غير ب 160 درهم. غادي نجيو لهاد لي بلاطو هادو اللي كيسولونا عليهم الناس بزاف، الثمن ديال الكبير 60 درهم مازال متوفر، الصغير 30 درهم كذلك مازال متوفر فيه المستطيل والاوفال. كاين الضاير على هاد الشكل هذا هو مازال متوفر 40 درهم، وكاين هاد الموديل هذا اللي كيجي على هاد الشكل كذلك حتى هو 40 درهم. بالنسبه للطبيصلات اللي باليدين حتى هما راه مازال متوفرين فيهم جوج ديال الشكيلات 1000 ريال. كاين كذلك هذا البلاطو هذا حتى هو راه متوفر عندنا ب 60 درهم. غنجيو للكويسات، الناس اللي وصلونا على الكويسات راه حاليا متوفرين، كاين هذا الموديل ب 100 درهم المزيان، كاين كذلك هذا الموديل ب 16 ريال، كاين كذلك هذا الموديل هذا خلاص مزيان. غنجيو لهاد لي موديل هادو اللي الصراحه وصلونا عليهم الناس بزاف، راه حاليا متوفرين، الثمن ديالهم 100 درهم. كاين كذلك حتى هذا الموديل هذا الثمن ديالو 100 درهم. كاين كذلك هذا الشكيل هذا اللي حتى هو عاد جانا 100 درهم. كاين كذلك هاد الموديل هذا حتى هو 100 درهم. غنجيو لهاد لي موديل هادو اللي كانوا ب 70 غيوليو ب 60 درهم. غنجيو هاد لي موديل دابا 60 درهم، فيهم زواقات واعرين، هادو كاملين اللي غنوريكم دابا 60 درهم، زواقات زوينين خطيرين. لاحظوا معايا هاد الزواقات هادو كلهم زوينين، الثمن ديالهم 60 درهم. كاين كذلك هاد السله هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا المربعه، فيها خديمه زوينه مضوبله، والثمن ديال هاد الصغيره هاد المويه هادي 100 درهم، والكبيره ديالها 120 درهم، كتجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه عاود ندوزو لشي ديال النحاس، كاين لي بونبونير هادو راه مازالين متوفرين عندنا، والثمن ديالهم 1000 ريال. كاين كذلك هاد الكوبات هادو اللي كيجيو حتى هما لي بونبون، كيجيو واعرين مملحات ولا هادو، كاين فيها اللي فيها الرجل
زاج، وكاينه كذلك اللي فيها الرجل النحاس. هادو الثمن ديالهم مازال كيف ما هو 1000 ريال. بالنسبه للناس اللي سمحوا لينا على هذا الغبور اللي غبرنا عليكم، ماشي لخاطرنا، راكم عارفين كنا كنت واحد شويه مريض هاد الايام هادو اللي داز، زائد انه هاد الايام هادو جا فيهم الماتشات المنتخب، ما قدرناش نديروا لكم اللايفات. غادي نكتفيو بهذا الفيديو اللي غادي نديروا لكم باش نوصلوا لكم الفكره، والسلعه اللي مازال كاينه. بالنسبه لهاد المبخره هذه الكوب ديالها حتى هي راه مازال متوفره، والثمن ديالها 250 درهم. كاين كذلك هذا الباك هذا 270 درهم اللي فيه جوج ديال لي بونبونير بالنحاسات ديالهم وبونبونير كبيره. غادي نجيو لهذا الموديل هذا بالنسبه للناس اللي غيسولوا بالوحده. كاين هذه 16 ريال، كاينه كبيره ديالها 2200 نعاود نرجع بالدرهم 80 درهم على 110 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا 80 درهم، كاين كذلك هذا الموديل ب 80 درهم، كذلك حتى هذا 80 درهم. غنجيو لهذا التشكيل الفيرزاتشي الواعر 110 درهم. غادي نجيو لهاد الغرقه هادي حتى هي كذلك 80 درهم متوفره. غنجيو لهاد لي موديل هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هادو، الثمن ديالهم 200 اعتذر 250 درهم هي هذيك. كاين كذلك عاوتاني الفراقه اللي الناس مصين عليها بزاف، حتى هي راه متوفره والثمن ديالها 150 درهم. كاين هاد الموديل الصغير ديالها 100 درهم. كاين كذلك هاد الكوبه هادي اللي كتجي الفراقه كتجي على 5، الثمن ديالها 300 درهم. غنجيو لهاد الزليفات هادو الكبير برين لي كوب ديال الديسير، حتى هما الثمن ديالهم 160 درهم صغيره. وكاينه الكبيره اعتذر 130 درهم هذا الموديل هذا. وكاين هذا الشكل الكبيره كتجي الثمن ديالها 190 درهم. ها كيصلح لي ديسير، وفيها هذه الزجاجه ديال الوسطانيه كيتحطوا فيها المعلقات اولا المواس. كاين كذلك هاد لي كوب هادو اللي كيجيو على هذا الشكل على ثلاثه، الثمن ديالهم 60 درهم ثلاثه بهم. غنجيو نشوفوا هاد لي بلاطو هادو اللي الناس مصين عليهم، راه فيهم 6 ديال الزواقات، غنوريكم حاليا شي زواقات منهم. الثمن ديالهم 150 درهم، كيجيو واعرين، كاين اللي فيهم باندا بالذهبي، وكاين اللي فيهم باندا بالكحل ديالهم، الثمن ديالهم قلنا 150 درهم. كاين كذلك هذا البلاطو هذا الطويل، الثمن ديالو 230 درهم. كاين كذلك هذو اللي على ثلاثة 260 درهم، اللي هي 5200، كذلك هذا 5200. كاين هذا الموديل اللي كيجي على أربعة، الثمن ديالو 7600، اللي هي 380 درهم. كاين كذلك هذا 380 درهم. غنجيو لهذ السلة هذه اللي درنا فيها السولد وهو 120 درهم. كاين هذا القفز هذا اللي كيجي تا هو على هذا الشكل 120 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي كيجي على هذا الشكل تا هما 120 درهم، في هذا اللي مزوق هكا، وكاين السامبل ديالو اللي كيجي على هذا الشكل هذا تا هو واعر، هادو 120 درهم. كاين هاد العمارات هادو 230 درهم بلا بلاطو، زائد الا بغيتي البلاطو 320 درهم، فيهم الكحل، فيهم الذهبي، وفيهم البيض تا هو. هاد البريزونطوار كذلك حتى هو راه متوفر، الثمن ديالو 180 درهم 3600، في هاد الزواقه هادي وفي هاد الزواقه هادي. وكاين هاد الكاج هذا الواحد 60 درهم. غنجيو لهاد لي بلاطو هادو عاوتاني الريشه، حتى هما راه مازالين متوفرين، الثمن ديالهم 150 درهم صغير و200 درهم كبير. كاين هاد لي كوب هادو اللي تيجيو على هاد الشكل 45 درهم، فيهم ثمن واعر. غنجيو لهاد البلاطو هذا ديال الكريستال الكبير، حتى هو راه مازال متوفر عندنا، والثمن ديالو 120 درهم. والصغير ديالو كيجي على هذا الشكل هذا ب 100 درهم. كاين كذلك الصينيه حتى هما راه مازال متوفرين، الصغيره ب 110 درهم، والكبيره كتجي على هذا الشكل هذا ب 140 درهم. غادي نشوفوا عاوتاني حويجات اخرين. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على العطريه، راه مازال متوفره العطريه بالزياده 150 درهم في هذا الشكل هذا. كاين كذلك فيها هذا الموديل هذا على هذا الشكل. ونجيو عاوتاني للهاشوار الجوجي طرو 3400 ريال، اللي فيها جوج مواس ديال الربعه، ثلاثه ديال المواس الجوج وطراب والراس ديال الثومه. بالنسبه للي واط راه فيها 1000 واط، هذه الجوجي طرو 3400، وكاينه ثلاثه يطرو 3800 ريال. غادي نجيو كذلك لهذا الطراب هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا 120 درهم. كاين كذلك هاد الطحانه ديال القهوه 60 درهم. كاين كذلك هاد الطراب هذا اللي كيجي على الشكل 60 درهم المزيان. غنجيو هاد الزيزوات هادو سيرفيس على ثلاثه 170 درهم. كاين كذلك المقله اللي كيسولوا عليها الناس العجيبه، راه الثمن ديالها 160 درهم عوض 180 درهم او 190 درهم. بالنسبه ل غنجيو هاد الطباسلات هكا على هذا الشكل هادو، الثمن ديالهم 100 درهم. مازال متوفر فيهم البيض وفيهم الكحل. بالنسبه لهاد الطبيصلات هادو الطوال، حتى هما راه مازالين متوفرين، الثمن ديالهم 100 درهم. كيجيو على هاد الشكل هذا، راه مازال متوفر منهم عدد قليل. بالنسبه لهاد لي بريزونطوار هادو، حتى هما راه مازالين متوفرين، الثمن ديالهم 120 درهم، فيهم جوج ديال الزواقات.
غادي نوريكم واحد السلعه على برا. الناس اللي كيسولونا على الكويسات بالنسبه للليمول حتى هما راه مازالين متوفرين 90 درهم ليمول. بالنسبه للكويسات راه كاينين الناس اللي كيسولوا على الكويسات حاليا دابا راه متوفرين. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو 35 درهم زواون كيجي واعر وانيق. كاينين هاد الكويسات هادو عاوتاني الصغار اللي حداهم كيصلحوا الاتاي والقهوه الثمن 35 درهم. كاين هاد الموديل الطويل الثمن ديالو كذلك 35 درهم. غنجيو الكويسات ديال الاتاي اللي كيجيو على هذا الشكل هذا الثمن ديالهم 5 ديال 30 درهم 36 درهم. فيهم هاد الكري هذا كذلك فيهم الفيرزاتشي حتى هما 30 درهم. كاين كذلك السامبل العنبه اللي كيسول عليهم 25 درهم 6. غنجيو الكويسات ديال العصير اولاد الماء الكبار 30 درهم والحاضرين ديالهم اللي كيجيو على هذا الشكل هذا ب 25 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا الكاس الريرفات بليدين صغار الثمن ديالهم 3 ب 15 درهم. كاين هادو كذلك حتى هما 3 ب 15 درهم. كاين هذا الموديل كذلك حتى هو 3 ب 15 درهم. وكاين هذا الموديل هذا اللي كيجي على هذا الشكل 6 ب 13 درهم. بالنسبه لهذا هاد السياسات هادو اللي كيجيو من تحت الطبيله من تحت الثلاجه اولا الماكينه ديال الطبيله 20 درهم. كاين هادو ديال غسيل الماعن حتى هما 15 درهم. كاين هاد الموديل هادو كيجيو للحمام 30 درهم سيرفيس الحمام. كاين هاد الموديل كذلك حتى هو اللي كيجي للكوزينه الثمن ديالو 20 درهم. كاين هاد القريعات هادو الثمن ديالهم 30 درهم زاج وغطايه خشب. كاين هاد هاد الصفاي هذا اللي كيجي بحال هكا سيليكون تيتجبد بحال هكا اولا تيرجع لبلاصتو الثمن ديالو 15 درهم حتى هما راه مازال متوفر. بالنسبه للورد كذلك حتى هو 15 درهم. غندير لكم فيديو قصير باش نوريكم السلعه اللي موجوده حاليا وان شاء الله راه مازال بزاف السلعه ما وريناها لكمش. نتمنى ان شاء الله يوصل الخميس ونقدر نلقاو كندير لكم لايف راه ان شاء الله غادي نوريكم لايف جديد اثمنة كذلك جد مناسبه. كاين هادو ديال الملحه والكمون حتى هما 13 درهم. كاين هادو الزيات حتى هما 13 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي كيجي الشعريه اولا الكونفليكس بزاف كيسقف الحاد كيجي واعر هذا نال اقبال كبير الثمن ديالو كذلك 60 درهم. بالنسبه للبلاطو البلاستيك حتى هما راه متوفرين 15 درهم والكبير ديالهم كيجي 30 درهم. غنجيو لهاد الطبيصلات هادو اللي الصراحه هما زوينين الثمن ديال الكبير 20 درهم. فيهم زواقات كثار فيهم زواقات بزاف. كاين هذا الموديل هذا حتى هو كذلك 20 درهم. وكاين هاد الصغار هادو الثمن ديالهم 10 دراهم. بالنسبه لي كولور حتى هما راه فيهم دي كولور زوينين. معكم سامح الله. كاين هذا الموديل حتى هو الثمن ديالو 15 درهم. غنجيب هاد الشكل هادو عاوتاني اللي دايرين بالريشه 20 درهم كذلك هادو 20 درهم اعتذر 25 درهم. هادي هاد الموديل 20 درهم وكاين هادو 25 درهم. كاين هاد لي بلاطو هادو 10 دراهم. كاين هاد الشكل القريعات 30 درهم والغريرفات 40 درهم. كاين هادو دايرين 7 دراهم فيهم هاد الشكل هادو فيهم هاد الشكل. كاين كذلك هاد لي بلاطو البلاستيك حتى هما الثمن ديالهم 15 درهم. الكوبا المسكوته حتى هي راه مازال متوفره 30 درهم. كاين هاد السلات هادو الخبز 50 درهم عوض 60 درهم 50 درهم. نعاودو نشوفو شي حويجات هنا المكانات الثمن ديالهم 70 درهم. كاين هاد المبخرات نسينا ما وريناهمكمش 220 درهم فيهم الطبيصه الكبار فيهم هاد التشكيلات هادو اللي غنوريكم 220 درهم. كاين هاد القريعات هادو اللي كيجيو بحال دابا كيديروهم الناس السنيده اللي كيديرهم بونبونيره اللي كيديرهم بزاف الاستعمالات الثمن ديالهم 60 درهم. القريعه ديال الزهر اللي كيجيو على هذا الشكل 15 درهم كذلك المريشه حتى هي 45 درهم. بالنسبه ل كاينين جاو كذلك تريات زوونين فيهم ثمن واعر. بالنسبه لهذا الموديل ديال الخمسه الثمن ديالو 6600 ريال 330 درهم. كاين كذلك دي موديل واحد اخرين نوريو لكم. كاين هذه حتى هي ديال الخمسه حتى هي 330 درهم. بزاف ديال مازالين شي سته ديال الموديل مازال ما حليناهمش في هذا الخشب ان شاء الله غادي تحلو في هذه الايام. وكاين هذه ديال الثلاثه حتى هي خطيره والثمن ديالها 240 درهم. هادو راه مازال فيهم دي موديل نحاولوا نحلوهم في اقرب وقت ونوريهم لكم. بالنسبه للخدمه ديالها راه خشب والداخل والحديد وهي حديد ونحاسيه كاين النحاس وكاينين اللي هكا كيجيو كروم. بالنسبه اللي مازال ما شفناش وانهم هما هاد ديال الزبده وكونفيتور هادو ديال ستات كبيره الثمن ديالها 90 درهم فيها بلاستيك ميلامين كيتسد مزيان فيهم جليدات هنا في الجنب ما كيدخلوش النفس. كاين كذلك الخنسه ديالها حتى هي الثمن ديالها 16 ريال. كاين كذلك الطبيصلات هادو اللي هنايا الثمن ديالهم 75 درهم الكبير. كاين هاد الموديل هادو 60 درهم.
عطا الله ما يدار، كاين الناس اللي عام ما تشرى، كاين ما يتباع. ان شاء الله نبغيو الناس كلشي يجي يستافد من العروض ديالنا، حيت السلعه حاليا دابا راه غدا وكتزاد، يعني حنايا كنحاولوا نوفروا لكم نفس السلعه بنفس الثمن. بالنسبه للبريدات راه مازال غيدخلوا ان شاء الله في اقرب وقت. كاين هاد ليكاج هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هادو، الثمن ديالهم 15 درهم، فيهم المربع وفيهم الضاير. كاين كذلك هاد الفراقه هذه اللي كانت 180 درنا لها 160 درهم، كاين كذلك هذه اللي كانت 120 درهم درنا لها 110 درهم. بالنسبه لهاد لي بلاطو هادو على جوج الثمن ديالهم 150 درهم، فيهم اوفال فيهم مستطيل. وكاين هاد الموديل 130 درهم، كاين كذلك هذا 100 درهم صغير والكبير 130 درهم. كاين هادو ديال البلاستيك 60 درهم، فيهم البيض وفيهم الذهبي ديالهم. بالنسبه لهاد الصينيات ديال النحاس راه مازال متوفره، ديال 200 درهم وديال 300 درهم وديال 500 درهم. ومازالين كذلك المويكينات راه مازالين كاينين، الثمن ديالهم 90 درهم. المقالي حتى هما راه مازالين متوفرين، ديال البغرير 35 درهم هذا الموديل هذا، والكبيره دايره ب 50 درهم. وبالنسبه لهاد السلعه هذه اللي وريناكم ان شاء الله غنحاولوا نوريكم سلعه واحده اخرى. غنكتفيو بهذا الشيء هذا لحد الان، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف اخر او فيديو اخر.